السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. باسم رئيسة جمعية النور للتربية والتعليم بويسلان، كنشكر الإعلامي يوسف خربوش في شخص رئيس مصطفى مجبار رئيس جريدة المغرب العربي بمكناس. بالنسبة لجائحة كورونا قمنا بعدة تدابير لازمة مع شباب وأطفال ومنخرطين في الجمعية اللي كانوا كيسيروا التعليم ديالهم عن بعد لكسر المألوف باش يسيروا الحياة الطبيعية. حسسناهم بما معنى النظافة، مسافة الأمان، الالتزام بوضع الكمامة للحفاظ على سلامتهم وسلامة العائلة ديالهم والناس المنخلطين معهم. ما ينخلطوش بزاف، يقوموا بعدة تدابير، نضمن لهم عدة أنشطة في فضاء لافارج، فضاء جميل، منها مسابقة في العدو الريفي وورشات في الفن التشكيلي اللي حفزاتهم وزادت عطاتهم الثقة بالنفس ديالهم، حيت كانوا كيسيروا التعليم ديالهم عن بعد، ما كانوش كيخرجوا، ما كانوش كينخلطوا. دابا حسسناهم بالأمان وحسسناهم بما معنى فيروس كورونا، يعني فيروس كورونا غادي نتعايشوا معاه، خصهم يتاخذوا التدابير اللازمه ويقوموا بالنظافه ديالهم، اتخاذ الكمامه، بمسافه الامان بيناتهم، حتى لا خرجوا يقراو ومشاو يتعلموا في ارض الواقع يعرفوا بان ضروري يتاخذوا دوك التدابير اللازمه. كنشكروا الجميع، كنشكر السلطه ديال ويسلان اللي حفزتنا حتى هي وعطاتنا الاذن اننا نديروا الانشطه ديالنا عن بعد عن قرب في واحد الفضاء جميل اللي هو فضاء لافارج بويسلان. شكرا لجريده المغرب العربي.